لم يجانب التوفيق أحد اللاعبين في القلعة الحمراء مثل ما واجه الموهوب الخلوق محمد محمود، والذي انضم للأهلي في يناير 2019 قادما من وادي دجلة في واحدة من الصفقات الواعدة التي حرمتها الإصابة من تحقيق طموحها. في سن 18 عرف محمد محمود طريقه للفريق الأول بوادي دجلة مع أحمد حسام ميدو، لكنه وصل لقمة تألقه موسم 2018-2019 تحت قيادة اليوناني تاكيس غونياس، عندما حجز مكانا أساسيا في تشكيلة الفريق ونجح في تسجيل 4 أهداف في شباك طلائع الجيش والداخلية والجونة بالدوري والمقاصة في كأس مصر، قبل انتقاله للأهلي في الميركاتو الشتوي عام 2019. البداية كانت صعبة مع نادي القرن، عندما خسر الفريق أول مباراة شارك فيها كبديل أمام بيراميدز، لكن الأصعب جاء في المباراة التالية أمام سموحة التي لعبها كأساسية، لكنه تعرض لإصابة بالغة في الركبة بداية الشوط الثاني أبعدته عن الملاعب لأكثر من موسمين، ثم عاد الموسم الماضي وشارك في بعض المباريات نهاية الموسم مع البرتغالي ريكاردو سواريش، وسجل أول هدف له في شباك إنبي في نهاية الدوري. غاب محمد محمود عن الأهلي مع تولي السويسري مارسيل كولر المهمة بداية هذا الموسم، ما أجبره على الانتقال للاتحاد السكندري على سبيل الإعارة في الميركاتو الشتوي الماضي، حيث شارك مع الفريق في 24 مباراة بالدوري وكأس مصر، وصنع هدفين أمام أسوان في الجولة 18 والزمالك في الجولة 30، كما سجل في مرمى فاركو بكأس الرابطة، وانتهى مشواره في عروس المتوسط في انتظار مرحلة جديدة يستعيد من خلالها بريقه كواحد من أبرز المواهب المصرية خلال السنوات الأخيرة. أهلا بحضراتكم من جديد أعزائي المشاهدين والمتابعين. زي ما قلت كده في المقدمة، بعتبره واحد من أبنائي فعلا، يعني لأنه على الأخلاق وعلى الاحترام وعلى الموهبة وعلى الأدب وعلى كل شيء جميل. يمكن ناس كثيرة ما تعرفوش قوي، لكن أنا أعرفه من زمان، من أيام وادي دجلة وطبعا أيام النادي الأهلي، وعلاقتي مستمرة به دائما وأبدا. ما أعرفش أقول سوء حظ، ولا ما أعرفش أقول يعني القدر، ما أقدرش أقول حاجة، لأنه الحقيقة كلنا كنا متوقعين ان يبقى في حاجه عظيمه جدا، وده اللي بدا وراح منتخب مصر وكانت الامور جيده، لكن احيانا بتاتي الاصابات او بتاتي ظروف بتبقى اصعب من البني ادم. لكن عموما هنتعرف عن القصه كلها او على القصه كلها من خلال حواري مع ضيفي اللي منورني النهارده، محمد محمود نجم النادي الاهلي السابق وايضا لاعب منتخبنا الوطني وادي دجله والاتحاد السكندري. محمد مساء الفل، منورنا، ازيك، اخبارك ايه؟ الحمد لله يا كابتن، مساء الخير، ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ كويس والله الحمد لله. زعلان؟ يعني شويه. يعني شويه ولا كتير؟ زعلان الصراحه. ليه؟ يعني هو في البدايه، يعني من اللي حصل، يعني ان انا عرفت من السوشيال ميديا يعني كنت زعلان ان انا عايز يعني النادي الاهلي طبعا خيره عليا ومساندني كتير ووقف جنبي كتير، فانا زعلان ان انا ما لحقتش حتى ارد الجميل، حتى والدي الله يرحمه، يعني ربنا يرحمه ويحسن اليه، ربنا يرحم الجميع، كان بيقول لي قبل ما يتوفى ان لازم نرد الجميل للاهلي وللكابتن خطيب. نعم. انا ما لحقتش يا كابتن ارد جميل، حتى مش عارف جت ازاي، بس يعني كان نفسي بجد يعني ارد للنادي الاهلي حاجه من اللي كانوا بيعملوه معايا. شايف انه الظروف كانت اصعب من النادي الاهلي وكانت اصعب منك؟ يعني احيانا الواحد بيكون حابب ابنه قوي، بس تبقى في قرارات غصب عنه. الاهلي تعامل معاك كابن، يعني في البعض حصل. انا سمعت كابتن عبد القيعي مثلا امبارح قال انه الاستغناء عن محمد محمود او تركه فري كان نوع من انواع التقدير ليه، عشان ما نحملوش اكتر من طاقته ونديله الحريه انه يختار براحته.
ده كان رد، قد يكون رد دبلوماسي وقد يكون رد حقيقي. شايف انه ده صح؟ هل انت لما قريت من السوشيال ميديا، وانا معاك ان انت تزعل انك تعرف من السوشيال ميديا، لان عارف هم قد ايه بيحبوك بالظبط، كابتن سيد عبد الحفيظ بالتحديد عارف علاقته بيك شكلها ايه، لعيبه بتحبك كتير جدا، لكنه شايف انه ده الروايه الاقرب للصدق، ولا انت شايفها ازاي؟ اكيد الاقرب للصدق، بس انا هي النقطه عندي في ان انا بجد كان نفسي اقدم حاجه للنادي يا كابتن. انا بجد النادي واقف جنبي كتير قوي، قعدت اظن ما فيش نادي بيستحمل حد فتره زي دي. يعني ممكن ادي مثل صغير كده يا كابتن، اللي هو مثلا ام مثلا زي مثلا في حضانه ابنها بترضعه مثلا، فلو هي الولد عارف ان هو لما هيكبر كده كده عارف ان ده دي امه، ودي نعم دي كل دي، هي مش تقدر تقول له مثلا انت انا رضعتك وخلاص روح بقى انت شوف حياتك وكده. بس انا كان يعني زي المثل ده اللي هو عارف ان كده كده امه ربته رضعته وكبرته، فكان حابب بس يشيلها بقى الفتره دي. انا كان نفسي بجد اشيل النادي الاهلي، وده كان حلم من احلامي. انا بجد بجد يا كابتن بحب النادي الاهلي قوي يا كابتن، واضح. وما كانش متخيلي خالص ان انا بجد امشي بالسرعه دي، لان كنت عارف الغلاوه هناك كانت عامله ازاي. يعني غلاوتك غلاوتي انا. نعم. فمره واحده مشيت انا، يعني انا خرجت اعاره 6 شهور للاتحاد. نعم. بشكرهم طبعا على الاعاره، نادي محترم براس الكابتن الحاج مسلحي، وقفوا جنبي وقفوني على رجلي. مشكورهم طبعا. رجعت بقى. الإعارة كانت 6 شهور بس؟ لا يعني هي كانت سنة ونص بس. مع خيار التجديد ليا انا. ليك انت. بالظبط. فانا قعدت 6 شهور وحبيت ان انا اجرب تجربة تانية في حتة تانية. يعني انت قلت لهم شكرا بعد 6 شهور. تمام. قلت لهم رغبة متبادلة مثلا. بالظبط. بالظبط. نعم. ماشي. نادي محترم، جماهير محترمة جدا، ووقفوا جنبي بالاخص الحاج مسلحي، وقف جنبي كتير. بشكره طبعا على الفتره دي، وبشكر النادي على ان هم وقفوني على رجلي تاني. وان شاء الله اوعد ان في السنه الجايه ان شاء الله في اختلاف كبير يعني ان شاء الله. طيب بعد ما قريت في المواقع انك ماشي، هل تواصلت مع حد من النادي الاهلي؟ تواصلت مع نادر. مع نادر شوقي وكيل اعمالك، من الناس المحترمه جدا. تواصلت مع نادر وقلت له هل ده بجد؟ فكان رده عليا انه في الاول لا، يعني انا صحيت الصبح على مكالمه من سعد سمير. نعم. انه هو تلقى مكالمه يعني انه خلاص سعد تم فسخ العقد معاك. أي. فهو بيسال حد معاه تاني ولا هو لوحده، فاتقال انه انا معاه. نعم. فهو كلمني. فاول لما كلمني فرحت كلمت نادر. فقلت له ده يعني حصل 1-2، فهل ده صحيح ام يعني او لا؟ فقال لي لا، احنا من الكلام كان احنا قائمه انتظار، هخرج بره القائمه اللي هي القائمه بتاعت الفرقه عادي، هبقى قائمه انتظار واخرج ان شاء الله تاني سنه. بس قائمه انتظار دي كما لو كانت يعني تقييد حريه من وجهه نظري، انك لا هتتمرن ولا هتلعب ولا هتبقى في نادي، فموضوع قائمه انتظار ده انا شايفه انه يعني ظلم في حقك. يعني دايما وانا ضد قائمه الانتظار على فكره، ممكن لو كنت مسؤول في النادي ممكن رايي يتغير يعني. لكن قائمه انتظار، يا فرحتي بقائمه انتظار، وانا حتى مش هنزل تمرين. يعني ماليش حق ان انا العب يعني، او ان انا انزل تمرين يعني. طب هي ممكن بسبب ضيق الاسماء. بالظبط. القائمه كمان القائمه مخنوقه جدا. وفي نفس الوقت الاعراض كمان يعني اتخنقت بقى 7 بس، فالموضوع بقى يعني بقى صعب. فحصل لخبطه، فده اللي نادر قاله لي، قال لي تمام احنا العقد تمام اتفسخ فعلا. وبنتكلم انا وهو دلوقتي على النادي ان شاء الله مرحله جديده نبدا فيها. طيب حد جديد ما تردد انه انت مضيت على بياض ولقيت فيه حاجات داخل العقد انت اتخضيت فيها، هل الكلام ده صحيح؟ يعني ليك فلوس او ليك مستحقات او ليك حاجه انت ما اخدتهاش؟ لا، انا يا كابتن انا مضيت على بياض. انا اخر انا رجعت من الاصابه الثانيه اللي هو الصليبي الثاني. بيتكلموا كابتن اتكلم معايا، كنا راجعين من الحمد لله كنا كسبانين فاينل
بتاع الاخير اللي هو قبل الاخير بتاع افريقيا بتاع كايزر تشيفز. ايوه كايزر تشيفز. نعم. اتكلم معايا في الطياره واحنا راجعين كابتن خطيب. نعم بنفسه. ف سمعا وطاعة رجعت. قال لك عايزينك تجدد. فسمعا وطاعة رحت ماضي على بياض. ولو يا كابتن الموضوع رجعت بيا تاني همضي برضو على بياض. وانا من الناس اللي بجد بتحب النادي ومخلصة للنادي وعمرها في حياتها ما برضو سؤالي ليك مستحقات ما اخدتهاش؟ لا لا خالص. لا يعني كل ما يتردد انك فوجئت بموضوع انه انا كنت ماضي على حاجات ولقيت ماليش مستحقات والنادي الاهلي اخد مني فلوس. لا 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 خالص خالص. لا خالص. نادي اداره محترمه واداره ما شفتش منها غير كل خير. و يعني على مدار يعني اظن النادي اثبت. كام سنه في النادي الاهلي يا محمد؟ انا ماضي 2019. اربع سنين. 9/1/2019. اربع سنين تقريبا. ثلاث سنين ونص بالظبط. بالظبط. اللي بيخرج من نادي لما نادي بيستغنى عن لعيب دايما بيطلع منفعل وغاضب، وانا هعرفهم وانا هوريهم وهيشوفوا وهخليهم يندموا. شايفك العكس تماما، شايفك متمسك بالنادي الاهلي، شايفك بتتكلم باحترام شديد جدا على النادي الاهلي، وشايف في كلامك احساس انك هترجع النادي الاهلي. ده اللي انا يعني ده التربيه اللي انا اتربيتها يا كابتن. اولا يعني محمد انت حافظ القران كله؟ يعني كان 24 جزء. 24 جزء. لسه مذاكرهم ولا؟ لا محمد صوته جميل على فكره في القران جدا، بيصلي بينا امام يعني عشان تبقوا عارفين. بسم الله ما شاء الله يعني. اتفضل. ربنا يخلي حضرتك وجزاك الله خير يا كابتن. ربنا يكرمك. يعني مش شايفك منفعل على النادي الاهلي. لان انت كام سنه دلوقتي يا محمد؟ انا لسه تمام 25 سنه. بسم الله ما شاء الله. يعني لان انا كابتن بجد انا ما شفتش غير كل خير في النادي الاهلي. فعلا. دي حقيقه، النادي واقف جنبي كتير في اصاباتي. ما كانوش حاطيني تحت اي ستريس، تحت اي ضغط. خالص. خالص. انا اللي انا شايفه ان انا يعني لسه انا خارج كل حاجه والعقد تمام اتفسخ وكل حاجه، بس لسه صغير ولسه قدامي كتير قوي. وهرجع تاني. هترجع تاني؟ هرجع يا كابتن ان شاء الله، وهرجع وهبقى احسن من الاول ان شاء الله. مين اكتر واحد كان بيتابعك او كان بيكلمك او كان متواصل معك؟ طبعا البطولات كتيره في النادي الاهلي، وبالتالي ده ممكن ينسوا اللعيبه اللي موجوده معاهم مش اللي بره يعني، لكن كان في حد متواصل معاك؟ حد كان بيكلمك من الاداره ولا من اللعيبه؟ لا هنتكلم على اللعيبه بعد كده، انا بتكلم على الاداره. لا الاداره كان في كابتن حسام غالي، كنا على تواصل. بيتواصل دايما. نعم. كابتن حسام غالي دايما بحب كمان اخد رايه جدا في فنيا يعني. نعم. وكان الكابتن برضو كان كابتن خطيب بنفسه كان قايل لي لو في اي مشكله او اي حاجه في اي وقت. والكابتن بصراحه فعلا في اي وقت بصراحه بيبقى موجود. طيب اللعيبه ما زالوا على تواصل معاك؟ بنسبه كبيره كلهم. بالنسبه كبيره كلهم. كلهم على تواصل، وحتى في مناسبات كتير بنتقابل. في حاجات كتير قوي بنتقابل، ممكن عزومات، ممكن حتى قريبين مني قوي بنخرج لحد دلوقتي مع بعض على طول. يعني في انتصارات النادي الاهلي، والنادي الاهلي عمل موسم استثنائي، اديني مشاعرك. مين اللي كان بيكلمك او كنت بتكلم مين او بتتفرج على المباريات بشكل عامل ازاي وانت لعيب في نادي تاني يعني؟ بس خلينا نتكلم حتى تمام. على الانتصارات الخارجيه، بطوله افريقيا، بطوله السوبر الافريقي، او البطولات البعيده يعني، او حتى البطولات المحليه يعني. لا انا كنت على تواصل دايما يعني لحد دلوقتي. على طول محمد عبد المنعم ووفا مصطفى شوبير واحمد عبد القادر ومين تاني يعني، كلهم على يعني كل دول بجد اللي هو على تواصل دايما. احنا اكتر من اخوات، فحتى لو رحت اخر الدنيا احنا كده كده عمر ما في حاجه يعني هتبعدنا يعني، احنا كده كده صحاب جدا واخوات اكتر من الاخوات. الامال والطموحات اللي انت وانت طالع بيها من وادي دجله، والاستقبال الاسطوري من جماهير النادي الاهلي لمحمد محمود، لو كان حظك سيء لانه الكورونا والناس ما عرفتش تحتفل بيك قوي يعني، وبعدين الاصابات المبكره. بحكي لي شويه كده وانت طالع من دجله على النادي الاهلي، وانا اعلم ان كان عندك عروض من انديه اخرى وانك فضلت النادي الاهلي. لو معلومتي غلط قولي لا معلومتي لا 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 معلومه حضرتك صح جدا. انا قلت في بدايه الكلام يا كابتن ان انا بجد يعني انا اتولدت على حب النادي الاهلي بسبب والدي الله يرحمه. والدي كان يعني
الله يرحمه كان بيحب النادي الاهلي جدا وبيحب الكابتن خطيب جدا. نعم. فلما الاثنين ييجوا يعني لما الكابتن خطيب بنفسه يتكلم معايا و كابتن خطيب اللي يكلمك عشان تنضم للنادي الاهلي؟ لا كان ساعتها كان كابتن حسام غالي وكان كابتن محمد فضل وكابتن عادل الكويعي. نعم. بعديها بقى اتواصلت بقى مع الكابتن لما دخلت النادي. نعم. فلما الاهلي يجي كان بدون تردد كان والدي كان مصر ان انا اخش النادي الاهلي وانا كحب للنادي الاهلي كنت برضو مصر ان انا اروح النادي الاهلي بدون تفكير. محمد لحظه الاصابه لانه انت اتصبت في الملعب وبعدين يا دوب جيت ترجع اتصبت تاني في التمرين صح كده ولا انا لا مش, لا مش لا لا يعني ما لحقتش ترجع ما لحقتش بصراحه بس يعني رجعت بتاع ما بين الصليب الاولاني والتاني رجعت بتاع اسبوع يعني اسبوعين بالظبط كده بس ما كنتش لعبت ماتشات لا بس كنت هلعب كنت هتلعب كنت هلعب كنت ايام فايلر مستر فايلر فايلر كان بيحبك جدا 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 وكان على اقتناع بيا غير طبيعي رجعت من كان ساعتها كمان كان الدكتور خالد كان موجود قبل ما يمشي ف مين دكتور خالد دكتور خالد طبيب الفريق طبيب. دكتور خالد محمود أيوة انا متاسف لا 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 تمام فانا كنت لسه راجع ونزلت اسبوعين وكان المستر فايلر كان خلاص عايز يبدأني ماتش فعلا كان الدكتور كان بيحاول يمنع المستر فايلر ان انا ما ان انت تبدا ان انا ما ابداش ان انا ابدا ان انا ما ابداش ومش كانش عايزني ابدا مش عايزك تبدا فمستر فيلر اثار وساعتها بقى قعدت كده كان قبل الماتش بيومين حصلت لي بقى الاصابه الثانيه جالي الصليب الثاني كانت في رجل ثانيه في رجل الثانيه الشمال بس عندنا مثلا احمد حجازي عمل اكتر من صليبي وكابتن فريق اتحاد جده وبسم الله ما شاء الله منكسر الدنيا دلوقتي يا رب ان شاء الله هيرجع هيرجع اقوى بامر الله ان شاء الله فالناس كلها كانت متوقعه عوده محمد محمود بقوه يعني ما هو ده اللي انا بجد يعني ده اللي مأثر فيا جدا ان انا بجد ما لحقتش سنك صغير كمان سن صغير ولسه ما لحقتش يا كابتن يعني عايز اثبت للناس دي كلها ان هم الدعم اللي كانوا بيدعموه لي ده ما كانش من فراغ انا بجد يا كابتن مش بحب اقول كده بس انا بجد من اكتر الناس اللي بتلتزم ومن اكتر الناس اللي طبعا معروف بتحب عنك بتحب شغلها وبتحب التمرين ف ما لحقتش اخد فرصتي قوي يعني انا زعلت فتره مستر موسيماني كنت انا وكان لعيب تاني من دون ذكر اسماء او ثلاث لعيبه كمان لعيبه كبار اسامي وكبار سن ما كانش في خالص على توافق مع اني عمري ما عملت مشكله خالص لا انت مش بتعمل مشاكل خالص خالص نعم. لا انا قصدي على 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 موسيماني لا ما انا بتكلم انت كشخص مش بتاع مشاكل كلاعب مش بتاع مشاكل يعني بالظبط فانا كنت راجع كمان كنت الفتره دي كنت يعني كنت فايق جدا وكنت مستني بقى الفرصه واحنا كمان كنا خلاص الفرقه الحمد لله كانت واقفه على رجليها وموسيماني اللي حصل بينك وبينه مشكله لما رزعت الباب احكي لي القصه دي هو كابتن انا كانت الفتره دي كنت بجد كانت احسن فتره ليا من بعد الاصابه كويس وماشي كويس جدا حتى كمان اللعيبه كانت كان باين وكانوا بيتكلموا معايا وانا من النوعيات اللي الحمد لله يا كابتن يعني في اوضه اللبس بحب ادعم الناس قوي يا كابتن بحب حتى اللي بيلعب في مكاني بحب ادعمه جدا بحب انت متصالح مع نفسك يا كابتن جدا فالفتره دي كنت كويس قوي يا كابتن ايوه فاستنيت بقى اللي هو حتى نص فرصه انزل يعني ماتش كان تبع مع الجزائر مش كده برضو فوق الصيف مظبوط فوق الصيف واحنا كابتن كنا كسبانين هنا اربعه مكسب كبير فانا استنيت بقى ان انا اخش وما كانش في حد كان ساعتها السلايه كمان اللي في مكاني كان مصاب كان مصاب وانا ما كانش في حد غيري فما دخلنيش ما حطكش في القائمه خالص خالص بقى فطلعت فهم بقى بيقولوا لي ما تزعلش فخرجت رحت قافل الباب وراي بس وقعدت بقى بكيت كتير جدا في الاوضه وكنت حاسس ان كله جاي عليا وكده ف يعني ما من ساعتها والموضوع بقى كان ما جاش كلمك موسيماني بعدها ولا اي لا هو من ساعتها بقى الموضوع خد منك خد جانب او خد موقف منك بالظبط كان الموضوع يعني كان تاخد شخصي شويه اي بالظبط نعم فمن بعدها بقى ما شمتش حتى الاسكور تاني خلينا نروح لفاصل نرجع نكمل حكايه محمد محمود وازاي عودته لانه المهم جدا ان انت تتغلب على كل هذه المصاعب وهو شخصيه قوية ان شاء الله يعود للملاعب بقوة اكتر ونتكلم على العروض كمان اللي جايله لان عندي مفاجآت في موضوع العروض لكن بعد الفصل
رسميا اعلن النادي الاهلي توجيه الشكر للدكتور احمد ابو عبلة طبيب الفريق. الحقيقة من الشخصيات المحترمة جدا جدا جدا، وهقول كلام على مسؤوليتي انا. الدكتور احمد ابو عبلة جاله عرض في بداية الموسم من احد اهم الاندية في الامارات واعتذر عن قبول هذا العرض عشان النادي الاهلي. طبعا النادي الاهلي هو اللي عارف مصلحته وعارف الدنيا ماشيه ازاي والامور ماشيه ازاي، لكن انا في الحاجات دي لازم اشكر هذا الرجل المحترم اللي قام بدوره على اكمل وجه مع النادي الاهلي، واتمنى له التوفيق في المستقبل باذن الله. شوف النادي الاهلي حتى مع الدكتور بتبقى الدنيا مهمه جدا، وبتبقى الناس بتتابع قصه حتى لو طبيب الفريق. خليني ارجع تاني لكابتن محمد محمود، ايه اللي حصل بالظبط مع مستر كولر؟ يعني الراجل جه مع بدايه الموسم وانت الحمد لله استعدت عافيتك وخسيت ولعبت في الرابطه واديت بشكل كويس والناس توقعت حاجه جيده، ايه اللي حصل بالظبط؟ لا يا اللي حصل ان انا كنت في بدانا فتره الاعداد مع الفرقه عادي. لكن هو شايف ان وجهه نظره ان انا اطلع اعاره لما عرف يعني عرف ان انا مريت بكل اللي فات ده. فهو قال ان انا اطلع اعاره واتكلم معاك مباشره. قعد معاك وانا قعدت معاه مرتين. مره لما بعد لما كنت هطلع في اول السنه اعاره وما حصلش نصيب، بعد كده قعدت معاه في لما اتكلمنا في الاعاره في يناير. بقى في قبل يناير؟ لا ده في اول الموسم. تمام، في اول الموسم في يناير. ده لما رحت على طول للاتحاد. انت قعدت 6 شهور اولانيين؟ قعدت 6 شهور اولانيين بس مع الناشئين. تمام، مع الناشئين انا وزياد طارق. وبتطلع تقسيمات. ايوه بالظبط، لما بيبقى في بعد ماتش في الدوري بيحصل تقسيمه كده صغيره ما بين اللي ما لعبش. كنت بتأدي كويس جدا. الحمد لله. والناس تقول لك محمد محمود ظهر بمظهر رائع. الحمد لله. لكنه الراجل ما غيرش وجهه نظره. لا خالص. خالص، هو كان مصر ان خلاص ده التيم او ده السكواد اللي انا محتاجه. فحتى لو ظهر حد تاني هو انا خلاص انا مستقر وعايز اركز مع دول. فتمام، انا تقبلت ده وكنت خارج اعاره. وما حصلش نصيب وتعطلت، ففضلت قاعد فاتكلمت معاه ان انا ما حصلش نصيب في الاعاره. فهو اظن يعني ان دايما المدربين اوروبا بيحبوا يمرنوا او عدد معين بس. نعم. ف يعني حاولت اقنعه بكل الطرق. ما فيش فاثر. لحد ما استنيت لحد شهر 1. هو راجل بقدر ما هو راجل لطيف وجميل ولكنه صارم جدا. لا هو راجل لطيف جدا وراجل محترم جدا هو فعلا صارم جدا وجد جدا في شغله. هو مسيطر تماما على غرفة الملابس جدا. جدا يا كابتن. وده سر النجاح. زي مستر فايلر برضه. زي فايلر. يعني نفس الاسلوب ونفس الطريقة. بالظبط. بالظبط في كل حاجة. في السيطرة على غرفة الملابس. بس كولر ألطف شوية. كولر ألطف. رغم ألطف. إن فايلر كان بيحبك. جدا. لا ألطف في التعامل. في التعامل. مع اللعيبة كلها مش محمد بشكل خاص. يعني. حاجة جميلة إنك تقول كده رغم المدرب مشاك وقال لك مش هتمرن. لكنك تتكلم عنه بالاحترام ده. الحمد لله يعني الحمد لله متصالح جدا مع نفسي. ما يعني انا عارف، بس يعني ما احنا ما بنقارن ما بين 2 مدربين، واحد على قناعه بيك وكان عايز يلاعبك، واحد قال لك لا مش هتمرن ومع ذلك بتتكلم عنه بالشكل ده، لان ده فعلا انطباع اللعيبه. يقول لك هو جد جدا، صارم جدا جدا، لكن في التعامل الانساني هو شخص جيد. شخص جيد جدا بصراحه. بتعامل معايا لما اتعامل معايا بعد الاعاره اتعامل معاه بشكل انساني جدا وقال لي انا اسف مش هقدر. انا اسف قال انا اسف مش هقدر امرن غير عدد معين. قال لي لو في ملعبين في التتش هعرف امرن، لكن انا ما عنديش غير ملعب واحد وما عنديش غير اوضه لبس واحده فمش هقدر. بس فتقبلت ده، والموضوع كان بالنسبه لي كمان اكبر من ان انا عشان ده في النادي الاهلي ما ينفعش حتى اعمل مشكله او اعمل اي حاجه. فنزلت تقبلت ان نزلت الناشئين انا وزياد طارق. وانت كنت غير مسموح لك انك تلعب لانك ما كانش في استثناءات في اللعب. أيوة في ماتشات مع الناشئين. نعم. كان زياد بس اللي كان بيلعب. أيوة. بس كان كابتن خالد بيبو وكان نادر تواصل معاه وكانوا بيعملوا لي ماتشات وديه مع فرق كبيره، وكنت باخد الالتحامات وباخد شويه يعني باخد ماتشات. طب خلينا نتكلم على الاصابه، يعني اصابتين رباط صليبي لكنك رجعت بشكل جيد. هل يعني اهلت نفسك بشكل كويس يا محمد؟ حسيت انه الدنيا كانت صعبه فقرصت لان انت كنت زدت شويه في الوزن وبعد كده
بدأ الوزن يقل شوية وبدأت الفورمة تبقى أحسن بشكل كتير. اتعاملت إزاي عشان ترجع ولو جزء من محمد محمود القديم؟ أنا أول حاجة تقبلت الموضوع بصدر رحب جدا. نعم. ابتديت أشتغل بقى، يعني هو كابتن والله هو كان وزني زايد وكل حاجة، بس كان الوزن كان زيادة عضل يا كابتن. عضل. جدا. عشان أنا في أول إصابة، في أول صليبي، أنا اهتميت بالسرعة أكتر، بسرعة الرجوع. ما اهتمتش بالعضل، بالقوة، بالتركيز، بإن أنا لازم أخد الوقت بتاعي. في الإصابة الثانية بقى لما اتقرصت في الأولى، الثانية بقى دوست جامد جدا في التأهيل، في التأهيل وفي الوقت وفي إن العضلة تاخد الريكفري بتاعها كويس، وما رضيتش استعجل خالص. فرجعت بقى اللي هو شايل العضل كتير جدا 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 بقى، نسبة العضل عندي بقت اقوى بكتير، يعني زيادة عن اللزوم. فهو ده اللي كان مخليني حاسس ان انا جسمي مخشب شويه. طيب رجعنا بقى والحمد لله بقيت كويس. الفتره بتاعت الاتحاد السكندري، انا عارف برضو كان عندك اكتر من عرض، على اي اساس اخترت نادي الاتحاد؟ نادي الاتحاد هو كان عندي كذا عرض، كان عندي من فيوتشر فعلا. نعم. كان جاي لي قبل الاتحاد، لكن الاتحاد كان يعني كان الاداره عندنا كانوا يعني الاول اخدت كل مستحقاتك وفلوسك وكله في الاتحاد. الاتحاد لا، نادي محترم جدا، وحاج محترم، استاذ محمد مصلحي من الناس المحترمه، الشخصيات يعني الجميله جدا. نعم. واللي بجد التعامل معاها بجد جميل. طبعا. فانا يعني هو كان عند ساعات الشهر واحد اللي فات، كان المفروض ان احنا كنا بنخلص في صفقه مروان عطيه. ايوه. الحاج مصلحي طلب محمد محمود وعمار حمدي. واصر على علينا احنا الاثنين. فاللي اتقال لي من النادي ان دي خدمه، انا ما كنتش يعني كنت مرحب طبعا بالاتحاد، نادي كبير وكل حاجه طبعا، بس كنت شايف فرصه ان انا العب في افريقيا مع فيوتشر، نادي محترم طبعا ونادي كبير ولاعيبه، يعني حاسس ان هم هيساعدوني اكتر. فعشان كنت ميولي كانت اكتر لفيوتشر. ايوه. لكن لما اتقال لي ان دي جميله للنادي الاهلي فرحت طبعا الاتحاد، يعني اتقال لي ان دي جميله عشان الصفقه تخلص. فطبعا بدون تردد رحت للاتحاد السكندري. طبعا. شايف تجربتك مع الاتحاد لو حكمت عليها بالدرجات تديها كم من 10؟ اديها 10 من 10. 10 من 10. 10 من 10. الاتحاد وقفنا على رجلي، نادي جماهيريا كمان، جمهور محترم جدا. نعم. مفيش بيسافر ورا الفريق في كل حته. أيوة. انا يعذره جهلي ما كنتش اعرف خالص ان الجمهور بالاحترام ده وبالحب اللي هم بيحبوه للنادي بتاعهم. انا بشكرهم على ان هم وقفونا على رجلي تاني، ولسه بقى ان شاء الله لسه فنيا انا عايز بقى احكم عليها فنيا. حاسس انه محمد محمود ظهر بالمظهر اللي انت كنت شايفه لنفسك ولا لا لسه بس يعني الموضوع بقى يبقى مختلف السيزون الجاي، لان الموضوع انا يا كابتن انا قعدت 3 سنين مش بلعب. 3 سنين. 3 سنين يا كابتن، اللي بيقعد شهر طبعا. بيرجع غريب، بيرجع بياخد وقت. لكن الحمد لله يعني الواحد ربنا سبحانه وتعالى زرع فيه الموهبه. فانا كل اللي كان ناقصني بس البدني. الفورمه بس. فانا ما كنتش محتاج اكتر من ماتشات. ايوه. فخدتها شويه في الاتحاد ورجعوني الحمد لله لفورمه كويسه، والسنه السيزون الجاي بقى يكون الموضوع مختلف خالص ان شاء الله. خليني اسالك برضو عن المدربين، لان انا واخدها محطات معاك. يعني اكتر مدرب لعبت معاه في النادي الاهلي كان سوارش، وكانت كاس رابطه، وكان استكمال دوري بالناشئين وشغلانه. يعني شايف انه كان مدرب كويس كان يستحق فرصه اكتر في النادي الاهلي ولا لا؟ او شايف انه لو كان كمل كان ممكن يبقى وضعك مختلف؟ وضعي او مكانتي كانت كده كانت يعني على حسب انا بقدم ايه. لا، انا بتكلم وضعك في الملعب، يعني ما كنتش تمشي، كنت قعدت في الفرقه، كان يبقى لك على حسب برضه ما انا كنت هقدم في الملعب. ايوه. بس انا كان الموضوع مختلف بالنسبه لي، انا كنت يعني هو اتظلم بصراحه. سوارش اتظلم جدا، جه في وقت صعب جدا طبعا، واتحكم عليه في وقت قليل جدا، ما لحقش. لكن كان التمرين معاه مختلف جدا. انا اتفرجت على التمرين مرتين ثلاثة وطلعت قلت تمرينه ممتع. ممتع جدا. انا اتفرجت على تمرينه بصراحة وكان عجبني في التمرين. يعني هو جه بعد مستر موسيماني. نعم.
الموضوع كان بالنسبه لنا مختلف قوي بسبب ان كان دايما في روتين معين في مع موسيماني. روتين لما جينا مره واحده سواريز جه التمرين كله اتغير، كل حاجه اتغيرت، كل حاجه تكتيك، كل حاجه شغل، كل حاجه التزام، كل حاجه شغله صارم جدا. موسيماني حقق نتائج حقق طبعا بالعديد. مدرب كبير. انا كمشجع للنادي مدرب طبعا اسطوره اسطوره للنادي، جاب لنا 2 افريقيا صحيح وسوبر افريقيا وسوبر وميداليه برونزيه في كاس عالم بطوله كاس مصر. لا محقق بطولات محقق بصراحه وفي وقت قليل كمان ده صحيح. فانا بتكلم بس انا بتكلم على 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 التمرين على الشغل اللي احنا بنشوفه بعينينا يعني. بس كنت مستمتع في الشغل مع سوارش بصراحه يعني اكتر مدرب لقيت نفسك معاه في النادي الاهلي كان سوارش. كان فايلر الصراحه. كان فايلر ورغم انك ما لعبتش بسبب الاصابه. لا ما لعبتش بسبب الاصابه بس كان برضو كان التمرين كان مختلف وكان شغل كتير ومدرب انه يحبك ويديك الثقه بتبقى الموضوع مختلف خالص. محمد بيبقى جميل انك تبدا فتره اعداد مع فرقه يعني بالزبط. ما تضيعش وقت وانت دلوقتي فري من حقك انك تختار ومعاك وكيل اعمال شاطر جدا ونادر شوقي من الناس اللي انا بحبهم وبحترمهم وبيمتاز بالقبول والاحترام في الشارع المصري عند كل الانديه يعني. هل بدأتوا تفكروا؟ هل بدأت تجي لك عروض؟ وهسألك بقى أسئلة كتير في الملف ده. لا ابتدى يجي عروض بس أنا بتناقش مع يعني على تواصل دايما مع نادر على العروض. بس لسه في لسه مش عارف المستقبل مخبي لنا ايه يعني. لسه مش عارف المستقبل مخبي لك ايه لكن بدأ يبقى فيه كلام. يعني على تواصل دايما مع نادر في العروض. عندي معلومة أكدها أو فيها إنه قد يكون بعض الوكلاء او قد يكون بعض المسؤولين لكن انا عندي المعلومه مشوشه شويه انه حد تابع لنادي الزمالك وتاني يا جماعه بقول قد تكون هي المعلومه مؤكده بس قد يكون وكيل اجتهاد شخصي منه او قد يكون حد من اداره نادي الزمالك بيتواصل مع محمد محمود او مع نادر شوقي. لا هو تواصل شخصي لا لكن حصل فعلا تواصل بس مع يعني انا كنت قافل الموبايل خالص فكان تواصل مع صاحبي يعني مع صديق ليك صديق ليا حد من المسؤولين ولا حد من الوكلاء ما يعني ده مهم. همزه تواصل ما بين المسؤولين وهم لصاحبي والاداره يعني وكيل مش وكيل حد تبع المفروض يعني على حسب كلام صاحبي ان هو من الاداره كلموك كلموا صاحبي كلموا صاحبي لكن انا كان رد لصاحبي ان انا ما ينفعش اكون بوست تيشيرت النادي الاهلي والبس تيشيرت تاني. ليه؟ ما هو انت لبست تيشيرت الاتحاد السكندري وممكن تلبس فيوتشر ممكن يعني اي نادي وانت اديت كل ما عليك تجاه النادي الاهلي ولم تقصر والنادي الاهلي قال لك انت فري واختار كيفما تشاء في التوقيت ده يعني ما حدش هيغضب منك. انت اخترت نادي الزمالك نادي كبير نادي محترم نادي اسمه كبير جدا شعبيه عظيمه بطولات كل شيء موجود فيه وبالتالي لو انت خايف من جمهور النادي الاهلي جمهور النادي الاهلي مش هيقول لك لا لانه في النهايه انا قلت لك شكرا اتفضل. وبالتالي وجودك في نادي الزمالك والنادي الثاني في مصر بل وافريقيا بحكم البطولات واحنا بنعيش حياه الاحتراف رغم انك اهلاوي جدا لكن في عالم احتراف موجود. تمام انا مع كلام حضرتك. نادي الزمالك طبعا نادي كبير وشرف لاي حد انه يلعب في نادي الزمالك. لكن يا كابتن انا في البدايه قلت لحضرتك ان انا يعني حبي للنادي الاهلي ما يتوصفش. ما اقدرش ان انا وانا بمضي العقد اكون ببوس تيشيرت النادي الاهلي والبس تيشيرت. شفنا لعيبه كتيره باست التيشيرتات وراحت تيشيرتات تانيه ولعيبه عيطت وقالت مش هيتحرك من هنا ولا من هنا وراحوا انديه تانيه يعني بقى موجود في متغيرات كتيره جدا موجوده. محمد بحترم رغبة كل لاعب لكن أنا اللي شفته من الأهلي شفت منه خير شفت منه تقدير شفت منه احترام لكن مش هقدر خالص يعني أبقى بكذب على نفسي لو لبست تيشيرت تاني غير النادي الأهلي. رغم النادي الأهلي قال لك متشكرين ومتفضل واللي أنت عايزه أعمله تمام بس برضه أنا حبي للنادي الأهلي ما يتوصفش. محمد أنت لسه حلمك ولسه أملك العودة للنادي الأهلي؟ طبعا يا كابتن وعمره ما هي عمره ما ينتهي. ازاي يحصل ايه يا كابتن انك ترجع النادي الاهلي السيزون الجاي؟ السيزون الجاي ان شاء الله هنشوف الموضوع هيبقى مختلف. لما هتيجي تمضي مع فريق مش هتمضي كتير على امل انك ممكن ترجع النادي الاهلي مره تانية؟ اظن يعني بنسبه كبيره هيبقى يعني ممكن تمضي سنه او سنتين
لا مش سنة، ما اظنش في نادي ممكن يوافق ان انا امضي سنة واحدة بس. سنتين مثلا؟ ممكن. يعني لسه كل شيء وارد، يعني لسه ما مش عارف ايه اللي هيحصل في المستقبل، لكن انا حلمي ورغبتي الاولى والاخيرة الرجوع للنادي الاهلي تاني ان شاء الله. طيب خلينا نروح لفاصل نرجع نكمل هذا الحوار الهام جدا مع محمد محمود النجم الخلوق لاعب النادي الاهلي السابق. يشهد ملعب الجيش بمدينة برج العرب بالأسكندرية ختام الموسم الكروي 2022-2023 بالمباراة التي تجمع الأهلي حامل اللقب مع المصري في ربع نهائي النسخة 91 لبطولة كأس مصر. قدم الأهلي موسما استثنائيا مع السويسري مارسيل كولر وحصد 5 ألقاب، منها لقب النسخة الماضية لكأس مصر على حساب بيراميدز بعد أن قلب تأخره بهدف وليد الكارتي لفوز بهدفي كهربا وحمدي فتحي في إبريل الماضي. كما تمكن من تخطي نادي منتخب السويس في الدور الأول للنسخة الحالية بهدف حسين الشحات، والداخلية في ثمن النهائي بثنائية بيرسيتاو وأفشا. على الجانب الآخر يخوض المصري أول مباراة له تحت قيادة جهازه الفني الجديد بقيادة علي ماهر الذي نجح في فرض التعادل على الأهلي في لقائي الدوري عندما كان يقود فيوتشر، كما سبق له التفوق على الأهلي في نفس الدور عام 2018 عندما كان مدربا للأسيوطي سبورت قبل تغيير مسماه إلى بيراميدز. فارس المدينة الباسلة تمكن من تخطي بترول أسيوط في الدور الأول ب3 أهداف مقابل هدف، وحرس الحدود في ثمن النهائي ب3 أهداف مقابل هدفين. لقاء الخميس سيكون الثالث بين الفريقين العريقين هذا الموسم بعد أن سبق لهما اللاعب في الجولتين 13 و30 بالدوري وتعادلا بدون أهداف، كما تقابلا في كأس مصر 22 مرة من قبل، وكان آخرهم في نهائي نسخة 2016-2017 وتمكن الأهلي من حسم اللقب بهدفين مقابل هدف. اهلا بحضراتكم من جديد، وبجد ترحيب اللي منورني النهارده محمد محمود نجم النادي الاهلي السابق. بقول السابق وانا يعني موجوع، لكنه هي دي كره القدم، لكنه كتير يا محمد من اللعيبه اللي مشوا ورجعوا، يعني في ناس اثبتت وجودها ورجعت. قدامك امثله معينه حابب يعني تبقى قدامك دي اللي ممكن تبقى زيها؟ لا ان شاء الله انا ابقى مثال للناس. لا احسن تبقى مثال للناس ان شاء الله. برضو كل شويه بحس انك مصمم وانه فكره النادي الاهلي هي اللي مسيطره تماما على دماغ محمد محمود. اصله حلم من الطفوله يا كابتن، حلم من الطفوله ان انا العب في النادي الاهلي وامثل النادي الاهلي. لما حققته الموضوع يعني صعب شويه. ما حقتش اخد خدتش فرصه خالص يا كابتن خالص. فمستنيين فرصه بسبب الاصابه بس عشان تبقى الناس عارفه يعني. ايوه لا ويعني وبرضه لما رجعت بس ما خدتش فرصه الصراحه. لكن لا لسه بدري قوي كمان. لسه بدري قوي. عندي معلومه اقول لي صح ولا غلط، انك المره الثانيه لما اتصبت الكابتن خطيب في الملعب قال لك غير موضوع الطياره، يعني قال لك هتجدد معانا، وانه النادي الاهلي لما جدد زود لك في العقد. الكلام ده مظبوط ولا ما كانش مظبوط؟ لا مش مظبوط. مش مظبوط. انا اتصبت في الملعب. لا يعني بعدها في قاعده في يعني في زياره للكابتن خطيب قال لك انت معانا والعقد بتاعك يتجدد وتم رفع القيمه. قول لي القصه الحقيقيه. لا
لا انا ما انا بجد مش عارف القيمه كام. لان انا اخر عقد ده مضيت على بياض خالص. وما اعرفش كانت القيمه عاليه ولا لا. احنا كنا مضينا على بياض خالص والاهلي كان هيقدرني باللي هو شايفه صح. فمضيت لكن ما اعرفش كانت القيمه. الفتره اللي انت قعدت فيها بقى في النادي الاهلي على يعني انت بتمرن تحت وانت مسجل في الفريق كنت بتاخد مستحقاتك بالكامل يا محمد؟ تمام يعني انا كنت في الناشئين و وما اخدش كمان مستحقاتي. طب ليه يعني انا عملت ايه؟ لا انا بس بسال عشان في البعض دايما بيلعب على وتر المستحقات. لا انك لا ما خدتش مستحقاتك ما خدتش فلوسك وانه حصل لك ظلم في موضوع الفلوس ده. فانا ده مهم قوي ان انا اعرفه والناس تعرفه. لا الظلم ما كانش في الفلوس بصراحه. لا هو انا الظلم اللي كان انا كنت انا نزلت ناشئين يعني كنت ليه ده انزل؟ ده ظلم طبعا. مش يعني عايز الكلام. ليه انزل ناشئين؟ انا ما كنتش عملت اي حاجه وكنت يعني لعيب متقيد في الفرقه ومتقيد في قائمه اولى. ليه ما يتمرنش مع فرقته؟ فهو ده اللي كان مزعلني شويه انه كمان نزلت مع الناشئين. نعم. كان فيها سنه زعل وكنت يعني كان الموضوع كان جاي على شويه لجوه يعني. مش عايز الكلام. ما هو امري ضايق طبعا مش عايز الكلام بس برضه يحسب لك ان ما عملش اي مشكله. ما كنت لسه اقول بقى انه ممكن كان حد غيري كان عمل وكان خدها بحميه لكن الموضوع لما بالنسبه لي لما عشان الاهلي كان الموضوع كان عشان النادي الاهلي. في تجربتك مع الاتحاد السكندري علاقتك مع زوران كانت عامله ازاي؟ علاقه كانت طيبه جدا جدا. انا هو يعني لان هو ما كانش في الدوري لفتره طويله هو كان فتره قصيره قوي. نعم. فما كانش يعرف خالص حاجه عن محمد او عن عمار. كويس. فاول لما اول تمرينه جه يتكلم معانا وانه بيشرح لنا الخطه الماشيه ازاي. نعم. التكتيك بتاعه في الملعب بيبقى عامل ازاي. بعد اول ماتش انا كان اول ماتش لي كنا بنلعب البنك الاهلي. نعم. في استاد القاهره ده اللي كنت خسران 2-0 وبعدين بقيت 3-2. احنا كنا 2-0. انا كنت بره على الدكه. وكان عمار كان موجود بس كان حصل له ظرف كده يعني تعب وما كملش الماتش فكنا خسرانين 2-0 والحمد لله يعني بعد ما نزلت الحمد لله كسبنا 3-2. فرقت شوفها من بعد الماتش ده العلاقه ابتدت بقى تتعمق جدا في التكتيك في الشغل في التمرين في كل حاجه بصراحه. برايك ايه اللي حصل في السكندري؟ في السكندري عمل سيزون هايل وكان من ضمن الاربعه الاوائل وبعدين نهايه الموسم 8-9 ماتشات الاتحاد ما بيكسبش تعادلات او هزائم والراجل استقال ورجع تاني والاستاذ محمد مصلح استقال ورجع تاني وهكذا. ايه اللي هز نتائج الاتحاد من وجهه نظرك يا محمد؟ والله كان احنا جات لنا فتره كان عدم استقرار. كان بعد لما كنا ماشيين كويس جدا. حصل عدم استقرار. كان في مشكله كان الحاج مصلحي كان بعد عن النادي فتره كان حصل مشكله. ومستر زوران كان هيمشي. مظبوط. فقعدنا اللعيبه كلها اتشتتت. كابتن زوران ماشي كابتن زوران قاعد. كان مدرب كويس محمد عمر كويس جدا وخلوق جدا وقوي محترم جدا جدا. فعدم الاستقرار ده خلق حاله من التشتت للفرقه. فاللعيبه كلها ما بقى يعني بقت خارج تركيز خارج التركيز بلس بقى الاصابات. هو ده اظن اللي كان السبب الرئيسي في عدم المشايين على خطه ثابته. ما لحقتش مروان عطيه في نادي الاتحاد؟ لا ما انا بدلنا بقى يعني. بدلته ما انا بقول لك ما لحقتوش. لكنه كان ده برضه مؤثر على الفرقه. مؤثر. طبعا غياب مروان اثر. غياب مروان اثر بشكل كبير طبعا في 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 في, في الفرقه. كنت متوقع لرمضان النجاح ده في النادي الاهلي؟ رمضان مروان كنت اتوقع. كنت اتوقع لان شفت ليه حاجات كتير في الـ قبل ما يجي. واحنا كاداره يعني النادي الاهلي اي صفقه بندعمها بشكل كويس فبنقدم لها كل عوامل النجاح عشان تنجح. نعم. فاظن ده خلق فرصه كبيره قوي لمروان انه ينجح في التيم واحنا كاسره كمان في اللعيبه. يعني اللعيبه بتحب تدخل اللعيبه الجداد. بالظبط. حصل معاك لما جيت النادي الاهلي اللعيبه بسرعه احتوتك ودخلتك؟ لا حصل. انا اول لما جيت كان سعد سمير بقى سعد سمير. نعم. وكابتن وليد سليمان وكان كابتن شريف اكرامي. نعم. الثلاثه بصراحه يعني كانوا بيعاملوني كويس جدا. عارفين ان انا الحمد لله موهبه كويسه فابتدوا يدعموني ابتدوا يدخلوني في فرقه. سعد كان بيحب يهزر معايا كتير انا كنت برضو
يعني مخضوض شويه في اول تمرينتين. هو شريف في مواصفات الكابتن عشان نكون امنا يعني، شريف قائد وليد، حد محترم قوي جدا ودايما مع اللعيبه الشباب جدع، وانا كنت من اكتر الناس القريبه جدا لكابتن وليد سليمان. شخصيه بجد طيبه جدا، شخصيه عايزه تنجح جدا، اسطوره من اساطير. وسعد سمير يعني من الناس اللي دمهم خفيف ومن الناس اللي جدعان يعني، ابن بلد بشكل كويس يعني. لا جدع جدا بصراحه. جدع يعني، عمل معايا حاجات كتير يعني كويسه. دول كباتن، كانوا كباتن الفريق ساعتها. كان وفي كابتن حسام عاشور برضو. وحسام عاشور طبعا كانوا كان من كباتن الفرقه، كان كابتن الفرقه. حسام عاشور وغيابه عن النادي الاهلي، ولما دخل النادي الاهلي بعد حاله الغضب من جمهور النادي الاهلي، حسيت الناس متعاطفه، اتكلمت بشكل محترم. وعلى فكره انا هو بوضوح شديد جدا، انا اتمنى ان حسام يبقى في النادي الاهلي، ما بقاش لعيبه وخلاص بطل كوره، لكنه يبقى له دور، يبقى له تواجد. اللي يزعل من كلامي له مطلق الحريه يعني، ما فيش مشكله بالنسبه لي، لكن هذا التاريخ الكبير انا ما امحوش عشان خطا، هو اخطا في الفيديو اللي نزله كل حاجه، لكن ده ما يمحيش تاريخ حسام عاشور على الاطلاق. هل حصل تواصل بينك وبين كابتن حسام عاشور؟ هل اتكلمتوا في حاجه ولا العلاقه مقطوعه بقى بعد ال لا في تواصل دائم مع كويس كابتن حسام عاشور، بس هو اختفى خالص يعني كظهور بقى اعلاميا او سوشيال. والله حاولنا كذا مره انه يبقى ضيفنا، ووعد فريق الاعداد اكثر من مره، لكنه وجوده هيبقى مهم جدا، لانه لازم يشرح للناس يعني. وحسام تاريخ عظيم مع النادي الاهلي اكيد يا محمد، تاريخ كبير يا كابتن. نعم. والواحد يعني لما بيبقى فيه اساطير يعني بيقدموا للنادي حاجات زي كده، والعلاقه تنتهي بالشكل زي ده، بيبقى الموضوع بيبقى صعب بصراحه. شايف الجمهور بيبقى قاسي شويه في يعني في عدم انه يغفر اللعيبه يعني، مثلا قصة رمضان صبحي ومروحه لبيراميدز، قصة حسام عاشور والفيديو اللي عمله والناس غضبت منه في الفيديو ده، شايف انه بقى فيه قسوة شوية من الجمهور؟ لا هي مش قسوة، ولكن ان الجمهور دايما بيحب اللعيبة كل حاجة، بس بيحب النادي اكتر. طبعا. فاظن هم بيحبوا ناديهم فبيدعموا ناديهم، لكن مش قسوه، لا وجهه نظري مش قسوه خالص. شايف انه ده منطقي وطبيعي خاصه من جمهور النادي الاهلي؟ طبيعي، انا من ضمن جمهور النادي الاهلي. نعم. انت لسه بتعتبر نفسك من ضمن جماهير النادي الاهلي؟ طبعا، مهما حصل انا مستحيل اغير انتمائي. مهما حصل، حتى لو كنت خرجت بطريقه مش احسن حاجه، لكن عمر انتمائي ما يتغير. اتعاملت ازاي بقى مع عوده كل البطولات للنادي الاهلي؟ السنه اللي فاتت خسر معظم البطولات، السنه دي بيكسب كل البطولات، اتعاملت ازاي؟ اتعاملت انا اصل كل البطولات دي اتحسبت لي برضو، لان انا كنت متقيد في القايمه. فانا كنت جون عبد المنعم ده جون الوداد. كنت بتفرج فين؟ كنت بتفرج مع مين؟ كنت بتفرج في البيت، بس كنت مجمع صحابي بقى مجموعه. كنا مجمعين جون جه الدنيا كنت اكسر الشاشه فعلا. لا جون، وبعدين جه من منعم كمان يعني. منعم انا عارف انه منعم من اقرب الناس ليه، من اقرب الناس ليا فعلا. من اقرب الناس لقلبي محمد، شخصيه جميله جدا بصراحه. كنت اسعد واحد في الدنيا، كنت اكسر الشاشه بجد، من كتر ما انا بتنطط كنت اكسر الشاشه بجد. عارف ان انا ماتش الاهلي والوداد ده كنت قاعد بتفرج كده يعني. والله دخل بس الاولاني ولا الثاني اللي هو الذهاب ولا الاولاني؟ كنت بتفرج هنا، كنت قاعد كده برضه عشان اوف اسالهم كده. هو بس ممنوع حد يدخل على الاوضه، بس الحقيقه اللي لن انساها، هي لن انساها زميلتنا العزيزه لميس الحديدي، هي دخلت لي قبل المباراه، انا واضح ان انا ما كنتش شايف شكلي يعني انا ايه، فدخلت تسلم عليا، فانا عارف اللي هو ايه، كنت متوه شويه يعني ايه قاعد، فسلمت. فلميس دي من اقرب الناس لقلبي، ومن يعني من احسن المذيعات في تاريخ مصر يعني، اخت وصديقه عزيزه. فدخلت سلمت عليا، اقول لها ازيك اتفضلي وكده، قالت لي قلبي معاك، ربنا يعينك. والله ربنا يعينك، شد حيلك كده. ساعتها هي خرجتني شويه يعني، فظهر حسيت ان انا كنت مشدود جدا 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 يعني. فده الماتش الاولاني. الماتش الثاني معرفش، كان عندي يقين يعني، انا بقعد يعني بردت شويه ادائي حتى لما دخل فينا الجون وكان بدري غضبت شويه،
فلما جه الجون في البيت عندي صرخوا جون وبتاع، انا ما نطقتش، فضلت سقه والله بص ما نطقتش. انا ما افرحش غير مع صفاره النهايه، صفاره النهايه بتسجد شجره الشكر بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، وبعد كده بتكمل. لكن عايز اكلمك عن محمد عبد المنعم، لانه برضو في انطباع عند الناس شويه انه ده اتغر شويه، ده يعني طريقه كلامه، او انت اقرب الناس لعبد المنعم، احكي لي شويه عن شخصيته. لا هو شخصية، ده شخصية ولا اتغير ولا حاجة، ده أطيب مما الناس تتخيل خالص. ولد متدين جدا جدا يا كابتن. على خلق ما شفتش بصراحة في جمال الشخصية دي بصراحة. عبد المنعم ولا اتغير ولا أي حاجة والله يا كابتن، من ساعة لما كان في فيوتشر وسموحة لحد دلوقتي زي ما هو محمد عبد المنعم زي ما هو. ممكن طريقة اللعبة بس هي اللي مبينة للناس حاجة، بس هو طول عمره كده من أيام الناشئين بالظبط يا كابتن. والله يعني اللي كان بتفرج على ماتشات الناشئين في التلفزيون لأنه كان بيلعب قدام مصطفى وكنت بتجنن يعني. أيوه هو مشكلته بس في طريقة لعبه مبينة للناس إن هو لكن هو خالص خالص ده طيب جدا يا كابتن. جميل جدا. خلينا نروح لفاصل ونرجع نكمل حوارنا الهام جدا مع كابتن محمد محمود. اهلا بحضراتكم من جديد اعزائي المشاهدين والمتابعين، وبنكمل حوارنا الجميل مع محمد محمود نجم النادي الاهلي. طيب انت مش حاطط في دماغك يعني رايح فين؟ او في عندنا انديه جماهيريه، جربت نادي الاتحاد السكندري وكان عندك عرض من فيوتشر، عندنا دلوقتي صعد نادي زي نادي زد وما شاء الله معتمد اكتر على لعيبة النادي الاهلي، وفي اتفاقات مهمة جدا بين الفريقين، في نادي فيوتشر، في نادي سيراميكا، انا بقول الاندية اللي موجودة مش لازم يكون عندك عروض منها، غير نادي بلدية المحلة، نادي جماهيري صعد، غير الاندية اللي موجودة عندنا على الساحة، الاندية الجماهيرية بالتحديد يعني فاركو مثلا، هل حددت خطواتك يا محمد؟ يعني بتشاور انت ونادر تقول نادر انا بفضل نادي كذا عن نادي كذا؟ لا هو انا كنت بفضل يعني قرار التفضيل ده كان في الاعاره، كان في بدايه الموسم اللي فات، لكن دلوقتي هبتدي بقى نحط العروض كلها على الترابيزه ونبتدي نتناقش ونشوف الاحسن والانسب والمكان اللي هرتاح فيه اكتر وابتدي اتعامل معاه. في مدرب معين بتحب تشتغل معاه من اللي موجودين في الدوري العام؟ لا عادي كله كله كويس يعني. بالنسبه لك الناس سواسيه؟ ما اصل انا اريحك، انا من لما كنت في الناشئين انا ما اتمرنتش حتى مع مدربين يعني كله اجانب. لما طلعت مع دجله كان تكيس. رحت تكيس. نقف عند فتره تكيس. تكيس صاحب فضل كبير عليك. صاحب فضل كبير جدا. وهو اكتر مدرب اتعامل معايا نفسيا وفنيا وكل حاجه. تطورت معاه بشكل كبير جدا. ميدو اول مدرب لعبني في الدوري المصري. كان عندك كام سنه؟ كان عندي 17. كانت مفاجاه بالنسبه لك انه ياخدك من الاشبالي لعبك؟ لان الموضوع كان يعني مره واحده انا فتره ميدو كنت في الناشئين ولعبت ماتش كويس، شافني طلعني. لعبت معاه ماتش كويس بقى مع الدرجه الاولى دوري ولا ماتش ودي؟ لا ودي. تالت يوم كنت في قائمه ماتش اسوان ومنزلني الشوط الثاني ولعبت قدامي. مدرب جريء مين؟ جدا جدا، ما شفتش جراءه كده في حياتي. حاسس بجراءته يعني. بصراحه يعني. وريني كان مركز وبيجي من الصبح بدري جدا وكان عامل لنا طفره يعني. احنا كان يجيبنا 8 الصبح فطار مع بعض. جو اوروبا، حاول نعمل جو اوروبي يعني. بالظبط. لكن النتائج ما خدمتش خالص. جاهز لقر واعترف؟ جاهز لقر واعترف مع محمد محمود. تقر تعترف ان كولر ظلمك وحرمك من تحقيق حلمك في التالق مع النادي الاهلي؟ انا ما خدتش فرصه. تقر تعترف بانك غلطت لما سبت وادي دجله اللي كان سبب في انضمامك لمنتخب مصر؟ لا طبعا. ورحت الاهلي يعني؟ لا طبعا. ولو لو رجع بيها الزمن هعمل نفس القرار. نفس القرار. تقر تعترف انك ما قدرتش تثبت وجودك وما نجحتش في تجربتك مع الاتحاد السكندري؟ لا ليه؟ انا حققنا مركز كويس. لعبت معاهم نص موسم، جبت جول وعملت اسيستين.
بالنسبه لان انا فتره غيابي كانت فتره كبيره جدا، فاظن ان ده كويس بالنسبه لي. تقر تعترف ان تركيز جونياس هو افضل مدير فني اتمرنت معاه واكتر واحد كان مقتنع بقدراتك ومواهبك؟ تركيز وفايلر. وفايلر ما زلت مصمم على فايلر؟ طيب انا خلصت اسئلتي، لكن عندي بعضا من الرسائل احب ان انت توجهها. لو وجهت رساله للمسؤولين في النادي الاهلي تقول لهم ايه؟ يعني كنت اتمنى الموضوع كان ينتهي بشكل افضل. وان شاء الله لنا عوده يعني ان شاء الله. هتقول لهم زعلان منكم؟ مش قوي يعني، بس انا زعلت الصراحه، بس ان شاء الله لنا عوده تاني ان شاء الله. لو وجهت رساله لجماهير النادي الاهلي؟ جماهير النادي الاهلي اللي انا واحد منهم، انا كان نفسي بجد اثبت لهم ان انا كابتن استحق الدعم واستحق ان النادي كان صابر عليا. فكنت اتمنى ان انا اثبت لكم ان انا بجد استاهل كل الدعم ده، بس ان شاء الله وعدكم برجوع اقوى باذن الله. لو وجهت رساله لشخص ظلمك، انا مش هسميه بس انت هتسميه، وتقول له ايه؟ ظلمني؟ لا عادي. ما مين الشخص اللي ظلمك وعايز توجه له رساله دلوقتي؟ لا ما فيش حد ظلمني، واللي ظلمني انا مسامح. مسامح؟ طبعا الحمد لله، يعني مسامح، يعني بسامح اي حد، اسامح اي حد اخطا فيا، وانا اخطات في اي حق في اي حد، فاتمنى انه يسامحني يعني. هتبدا تمرين امتى؟ لما اشوف العروض. لسه مش غير العروض، هل هتبدا تشغل لوحدك؟ انا ابتديت اصلا، ابتديت من بدري. مرن فين؟ في شغل يعني، في مدرب دفعت له فلوس من بره، من اوروبا. من اوروبا؟ واخد منه واخد منه بروجرام بشتغل عليه. خدت بس اجازه اسبوع، ريحت فيه خالص، وابتديت بقى اشتغل خلاص. امتى ممكن تروح النادي الاهلي تسلم على اللعيبه او تحضر تمرين او تبقى متواجد معاهم؟ في اي وقت، ده بيتي. بيتك؟ طبعا. انت دايما بتتكلم عن النادي الاهلي انه بيتك، وقلت ثلاث مرات ولنا عوده. طبعا بيتي ولنا عوده، وان شاء الله العوده هتبقى مختلفه خالص، ربنا بس يوفقنا فيها. ان شاء الله. حمد نورتني وشرفتني. بشكرك يا كابتن، وبتمنى لك كل توفيق، وربنا ان شاء الله يكرمك باخلاقك وتدينك وكل حاجه جميله موجوده في حياتك. تحب تقول كلمه اخيره؟ احب اشكرك طبعا، دايما الحلقه مع حضرتك بتبقى مميزه، وانا على المستوى الشخصي بحب حضرتك، واتمنى نكون ضيوف خفاف على الناس، ولنا عوده. ولنا عوده مره اخرى، وانا سعيد بتصميمك يا استاذ. نورتنا وشرفتنا يا محمد. شكرا. ده كان حوارنا مع محمد محمود، لاعب النادي الاهلي السابق. ان شاء الله باذن الله نشوفه في نادي كبير، ونشوفه متالق، وان شاء الله يبقى لينا عودة معاه كده. تمام، سلام.